واضح انه الان الاسرائيلي وهذا هلا رح نحكي عنه، فشل عسكري كبير، ارتباك في كيفية التعامل مع الرد على ايران، رغم كل العربدات والكلام وانه الامريكي شاده من ايده ومش عم بيخليه وهالحكي اللي بتسمعوه يعني، هلا كله هذا رح نحاول نتناوله، لكن فقط اردت ان اقول لكم حتى الان لا معلومات لدينا عن طبيعة الاستهداف، عن ظروفه، الله يحمي كل الشباب وكل قيادات المقاومة. طبعا الإسرائيليين أعلنوا أن المستهدف هو الحاج وفيق صفا، الله يحمي الحاج وفيق وإن شاء الله بيكون بألف خير وسلامة، لكن واضح إذا بدنا نقرأ نحن يعني ونحاول نقدم قراءة، الذي يجري أن الإسرائيلي الآن فارغ اليدين. يعني هذيك اليوم سمعتوا نتنياهو اول امبارح طلع، طيب لما بيطلع نتنياهو اول امبارح بيتباهى بشيء عمره 10 ايام، يعني ب 27 الشهر الماضي، نحن اليوم ب 10، يعني عم نحكي عن 15 يوم، جرى اغتيال سماحة السيد الشهيد المقدس السيد حسن نصر الله. اذا بعده لهلا عايش على هذه الامجاد ليفترض هي قيمتها مش بذاتها، انه انت مش موضوع من قتلت وكيف قتلت، الموضوع كيف استثمرت ذلك في حربك وتحقيق اهدافك، مش هيك؟ انه انت بتروح يعني بتضرب موقع، تضرب هدف لتوصل الى ما رسمته من اطار لمعركتك. طيب وين قدرت تتوظف هذا؟ هل ادى هذا الى اهتزاز البنيه المسؤوله عن اطلاق الصواريخ فتوقفت الصواريخ عن الشمال ام زادت؟ ودخلت مناطق جديدة وأصبح التهجير بأضعاف مضاعفة، والبنى الاقتصادية وسواها بحيفا وبصفد وبطبرية فخبرنا يعني يخبر العالم عن نجاح الحرب، يعني مجرد العودة للتباهي لقد قتلنا لقد قتلنا، هذا أن اليد فارغة، يعني هو لا يستطيع أن يقول للإسرائيليين شيئا جديدا، لأنه هذه الحرب أيام، فأنت من 10 أيام من 15 يوم عملت الاستهداف وماشي نجحت في هذا الاستهداف، آلمتنا أوجعتنا تسببت لنا بخسارة كبيرة، بس هذا مش موضوع مين بيقهر الثاني، الحرب مش لعبة يعني، هي هذا الموضوع من يربح من ينتصر، كي تنتصر يا نتنياهو أنت بحاجة إلى أن توقف الصواريخ وإلى أن تدخل برا إلى منطقة جنوب الليطاني وأن تقول أنا لا أنسحب إلا إذا وضع تفسير لل1701 يقول انه ممنوع حزب الله وسلاح حزب الله يدخل الى هذه المنطقه، والنص الذي رفض ب 2006 واللي بيقول بمنح اليونيفيل صلاحيات ردعيه اي حق النزول الى الاوديه والدخول الى البيوت والتفتيش وهذا بده يرجع. طيب اذا ما قدرت تفرض هون فانت حربك فاشله، وبالتالي نعم قتلت اوجعت المت تسببت بخساره لكنك لم تنتصر في الحرب. طيب هلا الان هو عم شو دايره الحرب؟ هو في محلين اساسيين هن ايه، تفضل في زميل عم يسال فينا نسال، تفضل اسال اسئله اذا قدرت تلحق، انا وعم بحكي اني اقرا سؤالك بالتحديد، انا بحاول اطلع على الاسئله بس اذا قدرت انه شوفه من بين الزحمه اللي بتكون يعني توسعت فيها كميه الكلمات والمداخلات اكيد ان شاء الله بجاوب على السؤال. فإذا الجواب وين بده يصير؟ في متغيرين أساسيين شهدناهما خلال هذا الأسبوع أو ال10 أيام. في متغير اسمه أنه كان هو في حالة علو وغلو وجاءت الضربة الإيرانية، هذه الضربة الإيرانية هي حدث الأسبوع، هي الحدث المحلي والدولي والإقليمي، وهذا الحدث يقول أنه عنتريات الردع راحت من إيدك يا نتنياهو، لم تعد إسرائيل تستطيع الادعاء بأن يدها هي العليا، خاصة أن هذه الضربة شكلا ومضموما شكلا له معنى، 250 صاروخ باليستي يغطوا فلسطين المحتلة من شمالها إلى جنوبها، وأن تفشل الدفاعات الإسرائيلية، الأمريكان قالوا سقطنا 10 صواريخ، طيب هم الإسرائيليين اعترفوا ب 180، الإيرانيين بيقولوا أطلقنا 200، الروايات الإسرائيلية بالأول قالت 250، صار واضح أنه قالوا 250 ليقولوا سقطنا منهم 50 أو 60، واضح أنه هم مسقطين 10 والأمريكان مسقطين 10 أو 9، وفي 181 وصلوا،
طيب هل 181 وصلوا لنا؟ عم بيقولوا في 80 بمناطق مفتوحة وفي 100 وصلوا على أهداف. ال 100 اللي وصلوا على أهداف في 35 منهم على قاعدة نفتين حسب التقارير الأمريكية بصور الأقمار الصناعية وتقارير الصحف النيويورك تايمز والواشنطن بوست بتقول في 35 صاروخ على قاعدة نفتين وفي 15 صاروخ على مقر الموساد وبعد ما كملنا على الباقي. طيب هل 50 صاروخ وشفتوا صور الصواريخ من اي نوع ومن اي عيار ومن اي نوع حطوها بمعرض مبينه يعني حجمها بالامتار 7 8 9 10 الله اعلم وراس متفجر 500 كيلو جرام. شو في يعمل الاسرائيلي امام هذا؟ ان يقول سنرد. عظيم، انت قلت سوف ترد، طيب ليش بعدك ناطر للرد؟ السؤال هذا هو السؤال. وبالتالي السؤال هو هنا، يعني كيف، ليش التردد بالرد؟ ليش التهرب من الرد؟ هذا موضوع. الموضوع الثاني كمان صار لك 10 15 يوم عم بتقول الدخول الى الجنوب، الدخول الى الجنوب، العمليه البريه، لك 10 ايام حاطط جيشك، جمعت من الفرق ما لا يمكن ان يقنع طفل صغير بان مهمته عمليه محموله. انت ما فيك تكون سحبت كل قواتك من غزه والهدف هو عمليه محدوده، ما فيك تكون حشدت 6 فرق وقبل 3 ايام قلت عززتهم بفرقه صاروا 7 وامبارح قلت عززتهم بفرقه صاروا 8 والهدف هو عمليه بريه محدوده. الهدف هو اجتياح حد ادنى الجنوب، حد ادنى يعني حد ادنى هذا الهدف، ومنطقه جنوب الليطاني لا تتسع لهذا العدد من الفرق، هذا العدد من الفرق بحجم اجتياح يصل الى بيروت. فبالتالي انت ما حاشد لعمليه محدوده، هذا حد ادنى حد ادنى حد ادنى. طيب اذا انت حاشد لعمليه ماذا تنتظر لتبدا العمليه؟ فاذا خلينا نوقف عند هاتين النقطتين ونحاول نفسرهم. هذا على ضفته هو، وبننقل بعدين على ضفه المقاومه لنعمل الميزان ولنشوف نحن وين. وانا مثل ما بتعرفوني يعني ما مش بس ما بعمل، أنا يعني لا أحب من يفعل ذلك وهو صناعة الانتصارات الوهمية. أنا بقرأ خبر عن إسقاط طائرة مدري شو كذا، أنا بحس إنه الخبر مش مظبوط، يعني بتضايق إنه جماعتنا، طيب نحن مقاومتنا قوية ومقتدرة ولا تحتاج إلى انتصارات وهمية، ليش بدكم يعني تصغرونا بهذا النوع من الخبريات؟ وبالتالي أنا لا أقدم معلومات أو تحليلات أو استنتاجات فقط لصناعة المعنويات، لأنه هذه عمره قصير، هذه عمره قصير، وبالتالي بنحكي الأمور بواقعيتها بحجمها الحقيقي، ولما بنحاول نفسر ونحلل بنكون عم نعمل اللي نحن مقتنعين فيه. أكيد ما بستعير قناعات الآخرين، أنا بتابع وبسمع وبشوف اللي على الفضائيات، في كم هائل من محاولات التأثير على طريقة التفكير هي أخطر من إعطائك معلومات. التأثير على طريقة التفكير، وصرت عيدها وبدي ضل عيدها، كل من يقدم نفسه أنه مع المقاومة ومؤيد للمقاومة ومساند للمقاومة وإسرائيل مجرمة وأمريكا ضعيفة أمام إسرائيل وإسرائيل هي التي تقرر ما تريد، وهذا لازم تعملوا فحص لتقدروا تعرفوا بتوثقوا بكلامه ولا لا. لما بيحاول يبيعكم نظرية أنه إسرائيل قادرة أن تفعل ما تشاء وأمريكا لا تستطيع أن تمنعها وأنه هلأ نحن تحت رحمة إسرائيل، لن تهدأ إسرائيل قبل أن تفكك حزب الله. أنت شو يعني، هو باعك بالأول عواطف مثل المقاومة، باعك عواطف أنه هي إسرائيل مجرمة ومتوحشة، وبالآخر عمل عليك حرب نفسية أنه إسرائيل قادرة، وانه القصه كلها هلا هي مساله وقت يعني. فانت عجل اذا الك علاقه تبرأ من هالمقاومه، واذا عندك سلاح روح لإلك طريقه تتخلص منه لانه خلاص موضوع منتهي. يعني لما بتسمع واحد عم بيقول لك انه لقد شعر نتنياهو بالنشوه بعد اغتيال امين عام حزب الله والضربات التي وجهها وقد زاد يعني يعني طموحه العسكري والسياسي، لم يعد يقبل اقل من تصفيه حزب الله واقل من تغيير الشرق الاوسط واقل من ضرب ايران واقل من مدري شو،
انت عرضة لعملية حرب نفسية تدمر معنوياتك من واحد كذاب نافق، يعني ضحك عليك بجملتين حلوين لحتى يشتري اهتمامك وثقتك وتصير جاهز لتقبل السموم التي يبثها، وانه لو ضربت ايران مبكرا ولو ضرب حزب الله مبكرا ما كان طمع هالقد نتنياهو لشو تلعن ساعة ايران وساعة حزب الله المتخاذلين الخسعين اللي ما قاموا بالواجب بالوقت اللازم. ولو ردت ايران فورا بعد اغتيال اسماعيل هنية لما تجرأ على اغتيال حسن نصر الله. اسمعناه هون. طيب هلا ردت بعد اغتيال حسن نصر الله، ما تجرأت على اغتيالات لاحقة، رد حزب الله وقصف حيفا، صار ثلاثة ايام اربع ايام عم يقصفها، وقف القصف على غزة. كل الاكاذيب اللي زتوا لنا اياها من اول 8 اكتوبر للتهشيم بالمقاومة للنيل من ثقتكم بها، انتبهوا انتبهوا. اللي بده يناقش بده يناقش وقائع ومعطيات. لا بيجيك امريكا، بايدن خسر، بايدن بط عرجاء، بايدن اصلا اسرائيلي اكثر من الاسرائيليين، لا يجرؤ ان يقول لا لنتنياهو. عظيم. والقصه هلا نحن محكومين لمزاج نتنياهو. نتنياهو سيضرب المشروع النووي الايراني اذا اراده، هلا اذا ما ضربه هو ذاته انه بيطلعوا بكره. مش خايفان من ايران، مش خايفان من الرد، لا امريكا وقفته. انتوا لو ما امريكا كنتوا هلا بخبر كان، يعني يا اما اسرائيل قويه ولم تفعل رحمه بنا، او انه امريكا منعتها. بس انه نحن اقوياء، نحن نشكل عامل ردع، الخوف من المقاومه، الخوف من ايران، هذا مستحيل تسمعوا من هؤلاء. هذا اللي ما بتسمع منه انه عم يعمل حساباته نتنياهو للميه قبل ما يفشخ فشخه بجنوب لبنان، اللي ما بيطلع بيقول لك هيك اقلب عنه، لا تسمعه، لا تخليه يلوث طريقه تفكيرك. الهدف هو طريقة التفكير، كيف تفكر أنت بالمسائل. يريد هاي السيتنج الإعدادات بده يفوت على إعدادات دماغك ويلعب فيها ويهيئك لتصير مهزوم نفسيا، وأنه عايش تحت الرعب والذعر مما يريد أن يفعله نتنياهو. نتنياهو بيقتل، مظبوط، هذا الجيش الإسرائيلي محترف قتل، ما في حدا بالتاريخ بياخذ أعلى الجوائز بالقدرة على القتل، أطفال، نساء، تدمير أبنية، اغتيالات، نعترف له. لكن نحن عم نحكي على حرب، الحرب اليوم في غزة. شو عملت المقاومة بغزة؟ عم بتتابعوا أخبار عملية هائلة، 11 آلية مع حوالي 100 عنصر، بعد ما نعرف النتائج لأنه انفرمت كلها، أربع عبوات وست سبع قذائف واشتباكات بالنيران، والقوة التي جاءت للإنقاذ تم تدميرها. طيب بالجنوب ثلاث دبابات على رأس الناقورة اللبوني تم تدميرها مع جرافة، مع القوة التي جاءت لإخلاء الجرحى والهذا، وحتى الآن الدبابات تحترق ولا يجرؤ الإسرائيلي على التقدم. طيب هذا هو هاي الحرب، حرب بهول، مش بشي تاني الحرب. لما ما بتسمع واحد عم بيقدم لك هول ليقول لك ثبات البيدر، ما طابقت حسابات الحقل. الجيش الإسرائيلي الآن أمام مأزق حقيقي، لا يستطيع أن يقول أنه ألغى العملية البرية لأن هذه هزيمة دون حرب، يعني كأنه خاض الحرب وهزم، ولا قادر يتورط أكثر ويندفع بقوات الدبابات. هيك تعمل الجيوش عادة. القصف التدميري اللي صار على الجنوب أطول من القصف الذي يمكن أن تحتاجه أي عملية للدخول في العملية البرية، هذه أكبر، يعني هو عمل أكثر مما ينبغي، أكثر مما ينبغي. وإذا عنده القدرة يفوت لازم يكون هلأ صار بصور وصار من لبطية وصار مدري وين. فهو ما عم بفوت لأنه عارف الكلفة، عارف التبعات، عارف الثمن. فإذا عندنا هذه المعضلة تواجه الجيش الإسرائيلي بده يجاوب عليها، كيف يستطيع أن يحل معضلة العملية البرية؟ متفقين؟ له 10 أيام بده يعمل، ما عم يقدر يعمل. حاول بكل المحلات، شو طلع هجاري اليوم عم بفرجينا؟ صورة بيت عم بلاقوا وين في بكل ضيعة من هالضيعة الأمامية. بيت منعزل. وفي ناس بتحب تعمر يعني على أطراف المشاعات باللي توزعت بالضيعة، بتعرفوا ضيعنا كيف كانت يعني، فوزعت المشاعات وفي ناس طلع لها بيوت بأماكن نائي، أراضي يعني قطعة أرض، وهذا قاعد ببيروت وهذا بحب يعمر بيت بضيعته.
فراح لعمها وعاش شريط انه بتفوت عليها وبتحط فيها سلاح وبتقول انه كمشنا وعملنا وسوينا. يا حبيبي فت على مارون ورا اليونيفيل الحديقه اللي هي على الحدود حديقه ايران، ورفعت العلم وهربت، صورت وهربت ولا لا؟ يعني كذب ونفاق وزعبره والى اخره. الوقائع ثابته، الوقائع ثابته. مارون وميس وبليده وعيترون وبنت جبيل ويارون والعديسي وكفر كلا لا تزال بيد المقاومه، ماخذ انت بيوت بالاطراف منعزله عن القرى ولا تعمل فيها صوره وهذا، وحتكلفك لانه هذيك المره بكفر كلا كلفته 20 واحد بين قتيل وجريح، بس شافوا الفيلم الشباب عرفوه باي بيت راحوا عليه. ما قاعدين بالبيوت، المقاومه ما بتقعد بالبيوت. وبالتالي يعني اذا انت معضله العمليه البريه لا يحلها افلام هوليووديه. ما بتحلها الافلام الهوليووديه. ما بيحلها انك تجي تتخبى ورا اليونيفيل وتشك علم وتقول له صورني، ما بيحلها. ما بيحلها تروح على بيت بلاد في حدا فيه وتفوت تسللا وتتصور انت وهونيك وتعمل لي عم نلقط ونقطع، شو لقط انت كسي انه يعني هذا اللي مهدد امن اسرائيل. لانه ما فيهم يعملوا معهم رجمة صواريخ وما ينكشفوا انه بدها تقل، بدها سيارات، بدهم شيء بينحمل بالايد ليقولوا لقطناه، لقطناك راجمه مثلا من هو تعول السبطانات الطوال، قول هاي اللي عم تقصف شمال فلسطين. فكذب. طيب هوليود ما بتحل مشكلتك هون. هون ما بتشمر عن ذنوبك وتنزل. يا الويه مشاة النخبه تفوت تقتحم وتشتبك وتحتل وتقول للدبابات فوتي، يا تفوت بالدبابات. رحت على راس الناقوره لتفوت بالدبابات، لانه هاي المنطقه يسهل فيها الاندفاع سهلا رغم ميمنتك مش مأمنه، يعني ما في جحش بالعلم العسكري بيقبل يفوت هاي الفوته اذا مش مأمن الميمنه اللي هي كلها تلال وكلها اهضاب وملاني شباب وملاني بالوديان مقاتلين. وبالتالي بس لا يعمل انه هو اخذ الناوره، اخلاء اليونيفيل، ما تضيعوش وقتكم بهالحكي، وحياه الله 82 هاي اليونيفيل اجت ب 78 يا شباب. بعد الاجتياح اللي صار ب 78 صدر القرار مع 125، وانا كنت شاهد عليها، كنت بالجنوب يعني ومع الشباب اللي موجودين بالساحه وعايشين تفاصيلها. طيب اجت اليونيفيل، لما قرر الاسرائيلي ب 82 يجتاح ما كانت اليونيفيل موجوده، ما فات من عندهم وقال لهم مرحبا يا شباب وظل مقطع، ضحكوا علينا انه ويهاجم موقع اليونيفيل ومدري شو، عامل لي هلا حلقه على الجزيره لمناقشه معنى استهداف اليونيفيل. مزح، هذا مزح. اثنين، انه اليونيفيل بال 96 دخلكم وين انقتلت الناس بقانا، مجزره قانا الشهيره، وين صارت؟ مش بمقر اليونيفيل. هو بيعتبرها يعني ولا شيء، شربت مي عنده اليونيفيل، يعني ببهدلها بهينه بيضربها بزيحها بشيلها بيعمل اللي بده اياه، مين بيسترجي له بالامم المتحده يا محل الكحل بعينك؟ ولا حدا. فالمهم هو الان عفوا بال 2002، بس هاي مشان تتذكروها، لما عمل مجزره جنين اذا بتتذكروا، واجتاح المخيم ودمره بالطيران وقلب راسه على كعبه ومشي وصارت الناس تحت الانقاض بالساحه العالميه والاعلاميه، ولهذا صار تساؤلات انه لازم نعمل شيء. قاموا اخذوا قرار بلجنه تحقيق دوليه مجلس الامن، والامريكان كانوا محرجين يبدو انه ما فيهم يقولوا لا، وهذا قاموا شو دخلوا الامريكان؟ نقوا اسم رئيس اللجنه انه يكون حدا صديق لاسرائيل، فاختاروا تيري رودلابسون، تتذكروا الاسم. وصدر القرار، ثاني يوم طلعت اسرائيل انها لن تتعاون مع اي لجنه تحقيق دوليه. يوم اثنين ثلاثه خمسه ما في شيء، سادس يوم اجتمع مجلس الامن، شو عمل؟ بهيك حالة بيرفع القرار على مستوى فصل سابع دولة غير متعاونة، مثل يوم وصل الحريري، مش هيك؟ اغتيال الرئيس الحريري الله يرحمه طبعا. شو عملوا؟ عملوا لجنة تحقيق على الفصل السابع، واللي ما بيتعاون عقوبات وإلى آخره، عزل اقتصادي، منع التعامل التجاري. مجلس الأمن هنا عندما أعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق، بكل بساطة قرر حل لجنة التحقيق وإلغاء القرار بتشكيل لجنة التحقيق ومناشدة إسرائيل لتقوم هي بالتحقيق. شو بتكون أحسن من هذا؟
هذا ما يعني ما نضيع وقتنا على هالقصص. والليلة مجتمع مجلس الامن، اي انا بنكون ايمتى بقرر مجلس الامن؟ بيجتمع ليقرر وقف اطلاق نار، بس تطلب اسرائيل، بس تصير اسرائيل بوضع لا تستطيع ان تتحمل استمرار الحرب. بعدها ما وصلت لهالمرحله، ان شاء الله مقربين. المهم اذا هناك معضله اسمها العمل البري. هو اعلن، حشد، جهز، وعد رايه العام تحت انظار الاعلام بالتحدي بينه وبين المقاومه، هذا ميزان القوى المعنوي بيشتغل على هالقصه، عنده معضله انه التزم بعمليه بريه وهو لا يستطيع، او على الاقل حتى الان لم يبدو انه انجز فيها شيئا. بس هالقد عم بحكي، هلا بنرجع له. نعم، عنده معضله اسمها الصواريخ اللي عم تنزل. هاي الصواريخ كانت على مدى 5 إلى 10 كيلومتر، وبالمناسبات اذا غمق على البقاع بتروح على اغمق شوي 15 20 كيلو، اذا غمق على صيدا ثم على السعديات على كذا بتتذكر، وبتروح ابعد شوي بتصير 25 30 كيلو في جهه الساحل. مش هذا اللي كان على 10 11 شهر؟ طيب الان اذا هو بده يعمل حساب هيك الجيش الاسرائيلي يقول شو عندنا بالصواريخ اليوم؟ كنا يوميتنا 30 40 صاروخ، هلا عم نحكي بال 200 صاروخ. يعني هن احصاءاتهم انه يوميا عندنا 200 صاروخ. كل صليه 30 40 صاروخ، صفد امبارح ماكلي 90 صاروخ، لحاله. حيفا اول امبارح 90 صاروخ. فاذا في كما ومدى ونوعا، نوع الصواريخ تغير، ما عاد الكاتيوشا، صرنا عم نسمع فادي واحد، فادي اثنين، فادي ثلاثة، مش هيك؟ طيب، ورؤوس متفجرة، وهن عم يحكوا بتابعوا المراسلين اللي بيطلعوا من داخل الأراضي المحتلة، بيحكوا عن دمار بحيفا، عن دمار بصفد، عن دمار بطبرية، عن قتلى، عن جرحى، عن مطالبة بالتعليم عن بعد، يعني وضعية الملف الأمني في شمال فلسطين المحتلة. أمن المستوطنات، أمن الحركة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والبشرية، هذا الأمن السكاني، الأمن الديموغرافي تراجع أضعاف. في مبالغة بهالكلام، يعني بقياس ما قبل عندما لم يقل نتنياهو أنه لن يتراجع حتى يعيد سكان الشمال، تتذكروا؟ وكان بعده سماحة السيد الشهيد المقدس حي، اللي قال له قبلنا التحدي. طيب في هذا التحدي مروح السيد موجودة، انت حطيت التحدي وهو قبل التحدي وروحه تحرس هذا التحدي الآن، هل انت تتقدم؟ سؤال، انت عم تتقدم؟ قلنا اذا عم تتقدم وين؟ وين عم تتقدم في امن الشمال؟ امن الشمال كان يختصر بمنطقة المستوطنين يتداولوها، راسم الله خريطة على عمق ال 15 كيلو بيقولوا هذا هو الحزام الامني اللي عملته المقاومه، لا تقرب لهون لانه اذا حزب الله مش عاطيك موافقه ما فيك تفوت، بالسخريه من الجيش ومن الحكومه. طيب هلا صار عمقها 65 كيلو، ما عادت 15 كيلو. وبعد الهدهد ثلاثه، واللي حدد لك الجامعات والمستشفيات مش بس المواقع والقواعد العسكريه، انه بتضرب عنا جامعات وبتضرب عنا مستشفيات. طيب انت ايها المستوطن، معلش ما انتم اسوأ من قياداتكم، انت ايها المستوطن المتلذذ بقتل الاطفال والنساء وتدمير الجامعات والمستشفيات، بدك تبقى قاعد بعنوان انك انت مدني تتلذذ بهذا بالمكيف وبالاضاءه؟ اول شيء قطعنا لك الكهرباء، هيك عم تقول لك المقاومه، بركي بتحس شوي، تفهم انه النار عم بتقرب عليك. الهدهد هو اللي ترجمت هذا، مش حرب نفسية ولا تهويل، انه هي رسالة مثل ما طلعوا بعض المحللين على الجزيرة انه حزب الله وين بعده، ما قتلوا لك امينك العام هذا الفلاحي، هيك سمعته انا عم بيقول، يعني انه ما له قيمة هذا الهدهد. حبيبي قيمة الحرب كلها بعلم الحرب هو ان تصنع قرار سياسي عند عدوك عنوانه الاعتراف بفشل الحرب، والباقي تفاصيل. لتوصلوا للاعتراف بفشل الحرب بيطلب وقف اطلاق نار، بيعمل بيسوي الى اخره، اي شيء من هذا القبيل شو بيستدعي؟ بيستدعي انك توصل مؤسساته اللي هي شعبه، اللي هي مؤسسته العسكريه، اعلامه، صناع السياسه فيه، الى قناعه بانه الحرب ميؤوس منها.
هذا الهدهد وظيفته يقول لهم انه هاي الحرب ميؤوس منها، ليك شو راح نعمل فيكم. وهذا باللا وعي لما بتصير انت محدد له شو راح تعمل، يعني المواقع صار بيعرفها، كل ما ينزل صاروخ بمحل شو بيقول؟ والله قالوا راح يقصفوا المحل، والله شفناه بالهدهد. فانت على مدى الايام والليالي والميدان، الله يرضى عليك يا سيدي، على مدى الايام والليالي والميدان عم تزرع بذهنه هذا التطابق مع صورة شو؟ مقاومة قوية، مقاومة صادقة، مقاومة انت مقاومة. يا اخي ايش بدنا بهالحرب؟ اذا مش قادرين نوقفهم، اذا ما قادرين نمنعهم، اذا ما قادرين نفوت عليهم، اذا ما قادرين، اذا ما قادرين، اذا ما قادرين، يلعن ابوك يا نتنياهو، وقفنا الحرب خي، روح اعمل اتفاق وخلصنا بقى. هذا بصير لسان حال المستوطنين. صار بغزة هيك؟ نعم، بيعوا 10 اشهر المستوطنين يزقفوني. اول شهرين اخذوا الشمال، قالوا طيب وين الاسرى؟ طولوا بالكم لناخذ مجمع الشفاء. اخذ مجمع الشفاء، وين الاسرى؟ طولوا بالكم لناخذ خان يونس، السنوار هناك ومعه لواء خان يونس. اخذ خان يونس، وين الاسرى؟ لناخذ رفح، اخذ رفح، ما بقى عنده جواب، نزلوا له على الشارع نص مليون، اوقف الحرب واذهب الى اتفاق. اجى على لبنان لانه العنصرية عنصرية، ما كل الرأي العام وكل الساسة وكل القادة وكل الأسوأ من بعض. ولذلك عطوا استطلاعات الرأي كلها تأييد للحرب على لبنان. طيب إيش على لبنان؟ وبدأ الحرب على لبنان. نفس اللي صار، بدك تعلو بالرأي العام وبدك تعلو بالجيش باستحالة الحرب، مش بشي تاني، مش بشي تاني. بدك توصل إلى أنه الرأي العام والجيش يقول خلص لا جدوى من الحرب، ما بقاش فينا بقى نكمل بالحرب. آلية الصناعة، الحضور في الميدان، الثبات في المواقع، إطلاق الصواريخ، مدى الصواريخ، تنسيق الصواريخ، وظيفة الصواريخ، ولكن صناعة الرأي العام هو جزء منها. من هون فإذا معضلتك الثانية هي الصواريخ والسيد هدهد، بدك تلاقي حل معهم. عندك حل يا سيد نتنياهو؟ شو هو؟ ولا شيء. هاي الصواريخ قصفت، دمرت، شلت، حطيت، دعيت، كذبت، شو بعد؟ وقلت انه دمرنا و50% ومدري شو، كله شو له طعمه؟ شو له طعمه؟ اذا عندهم 200,000 صاروخ يا خيي وسلمنا دمرت 100 منهم. طيب ما هو ال 100 بمعدل 200 كل يوم 500 يوم. يعني سنه ونص بعد بقاتلك فيهم اذا ما جاب غيرهم، وخط امداده ثبت انه لا قصفك لسوريا ولا للحدود العراقيه السوريه ولا كذا بيوقف، لانه فعلت هذا انت من 2017 وانت مش متبدي عن قصف، وتقول انه بنى ترسانته العسكريه في ظل هذا القصف. يعني هاي الصواريخ جابها وبناها وظبطها وهذا، انت عم تقصفه وما طلع منك شيء. شو بالتالي؟ فإذا هو لن تكون لديه مشكلة صواريخ ولا مشكلة منصات ولا مشكلة إطلاق. شو الدليل اللي عم بيصير؟ أهل الفقه عندهم مصطلح جميل جدا كان يحب يستخدمه سماحة السيد الشهيد المقدس، أنه قال من ما هو دليلك بأن هذا ممكن الحدوث، ممكن الوقوع؟ قال دليل الإمكان هو الوقوع، طالما أنه حدث فهو يمكن أن يحدث، طالما أنها حدث أن القصف مستمر والصواريخ تزداد ولا تتوقف رغم القتل ورغم الاغتيالات ورغم الرمايات ورغم الطيران ورغم ورغم ورغم، فإذا هي تستمر. يعني هذا المنطق أنه أنت اللي بدك تثبت العكس، أنني لن أسمح باستمرارها. فرجينا، فرجينا كيف ما بتسمح باستمرارها بالوقائع المادية، بالوقائع المادية كل ما فعلته ما عمل حل موضوع الصواريخ، هي زادت عددا، زادت مدى، ولا زاد يعني ارتفعت نوعا. طيب فإذا أنت فشلت في هذا، ما عم نقول لك إلى الأبد، عم نقول لك حتى الآن عندك حل موضوع الصواريخ مثل العملية البرية.